we're hopeful of. Here in Nebraska, we're going to take further steps to protect those preborn babies. Including in the case of rape or incest? They're still babies, Sue, yes, they're still babies. Nebraska's Republican Governor Pete Ricketts saying the quiet part out loud. He intends to call a legislative session to effectively outlaw all abortions in his state if the Supreme Court overturns Roe v. Wade. So that's what Republicans are up to openly. So where, oh, where are the Democrats? Sadly, not expanding and rebalancing the Supreme Court, as we just discussed, and not blowing up the filibuster. طبعا انا الان قطع الخط، لكن خلينا نسويها عاده، اللي هو اجتماعنا انتهي عندكم الساعه 12 وعندنا الساعه 1، يبدا من 10 مثلا ساعتين، فنسويها عاده اخر 10 دقائق انا بحاول اسجل الفيديو ده في التليجرام، في الشاتنج امكانيه تسجيل فيديو، يعني انتم هو انقطع الخط بس بعد كده نسويها عادة. أقول لكم دحين حسجل آخر 10 دقائق اللي هي نسوي فيها نموذج في آخر 10 دقائق أو رابط نختصر كل الاجتماع حق اليوم. معايا شريف؟ سامعني يا شريف؟ أسمعك. والسوائل خرج؟ أي ما يهم، هو خرج كلكم. فأنا استغليت الفرصة الآن بسجل في تسجيل، فبسجل وأشوف إن شاء الله إذا تسجل يصير إيش آخر 10 دقائق دائما في الاجتماع نسجلها، تمام، اللي هي الخلاصة. أنا شغال على الموضوع، طبعا إذا تم التسجيل يصير كمان أحطه في القناة. أوكي، يصير كل اجتماع كده آخر 10 دقائق. اجتماعنا من 10 عندي، من عندكم من 9 إلى 11. طيب تمام، فذكروني آخر 10 دقائق نسوي التسجيل ده. أوكي، لأن أنا كنت بحاول أسوي السمري دي، فيصير حتى لو زاد، يعني أنا توسعت في الكلام، أيوه ما يدور، لأن يعني ممكن 10 دقائق تصير 20 دقيقة، ما يدور. تمام، يعني أنت خلاص أقول لكم دحين آخر 10 دقائق، اللي بيجلس يجلس واللي بيمشي يمشي. تمام، يصير تقريبا خليها فقرة آخر 10 دقائق، مع أن أنا دحين بصورها بالصورة، إذا نجحت بعدين بس بالصوت. أنا ما أحب أنشر صورتي واحدة تروح أعجبها ولا لا تجري وراء تضيع لي وقتي. صح ولا لا؟ أنا عندي وقت يا شريف؟ أبدا، يمكن ما تجي إلا بديدة دحين، ما أنا مزنوق في الوقت. صحيح، هي دائما ما تيجي الاشياء الحلوه الا في الزنقات. طيب، فانا لو بدي اسوي سمري خاصه لشان وائل، فنسوي سمري انه نحن بدأنا، وزي ما قلت انا اول، من الخطأ ان المجله تعتمد على الاعلانات والاشتراكات والدعايات والمدري، لانه هذه ما حدوه. فطبعا نتمنى ان المجله لو كلفتنا 100 نبيعها ب 200، تمام، لو كلفتنا 60 نبيعها ب 120، زي كده اضطرينا نبيعها باقل، المهم في دخل، بس ما حيكون باقل من تكلفتها اكيد. اي عشان تستمر، لان المجله دي نبغى تستمر ان شاء الله الى ما شاء الله، سواء نحن عملنا الاستثمارات ما تستمر الا كل شهرين، هذا كل شهرين اصدار. برضو قررنا انه 250 عدد بس، صح يا شريف؟ صح، يعني عدني لو انا، لانه خلاص نبغى نحط ارقام وقواعد نمشي عليها. وقررنا انه نسوي الاكسل، يعني مثلاً لو سويناها 200 صفحة إكسل في صفحة وهنا في صفحة. الإكسل يديك الإنجليزي، فتصير المجلة في علم المجتمع السوشيال وهذا وعلم الاقتصاد وكذا، رغم أنه لازم نذكر نفسنا أنه علم الاقتصاد انهار، وأساساً المفروض على مبدأ سميث
انه علم الاقتصاد خطأ، يعني الاقتصاد لا يمكن يكون علم، فدائما نتذكر هذه. تمام، يعني نرجع للناس الصح اللي حذر ويقول لك مات وهو مقهور، يعني فاكر في الكتاب ذاك مات هو زعلان في الأمريكا، أظنه في الستينات والسبعينات. فشوف هو الإنسان إذا وصل لمعلومة خلاص، لأنه نحن يعني أنا أعيد وكثير يعيد أنه الاقتصاد لا يمكن يكون علم. العلم الساينس يعني ساينس يجب أنه ما يكون في متغيرات كثيرة، ومتغيرات مربوطة بالمجتمع، لأن المجتمع اللي يجي بعد 50 سنة غير المجتمع اللي قبل 50 سنة، ما تقدر تسقط عليه قراءتك للمجتمع قبل 50 إنه يتكرر. أي فطالما ما تقدر مستجدات، يعني مثلاً القرن هذا أو دحين في 2020 جاءت مستجدات الأوباء مثلاً اللي هي الكورونا، يعني صحيح صار أوباء قبل بس عمره ما كان وباء العالم كله يأخذ في نفس الدقيقة في نفس اللحظة في نفس اليوم يأخذ النتيجة، صح؟ صح، عمره ما صار، وحيستمر الوباء بهذا الشكل لأنه خلاص موجود التقنية، فأي وباء تاني حيستمر نفس الفكرة. أكيد طبعاً في جدلين إنه مدبر، سواء مدبر ولا مو مدبر حيستمر. يعني اللي دبر في الأول ما يدبر في الثاني طبعاً، يعني ما في، يعني الجدال هذا يسموه جدال إيش؟ بيزنطي وكلام فاضي، المويه تكذب الغطاس. جاب الجيت قال لك لا حتيجي كورونا ضربه ثانيه وسويت حتيجي، ولو كانت مؤامره بالجيت ما هو شغال في شركه حقت ادويه صح ولا حقت تطعيم، وبلقيت أعلى من شركة الأدوية. يعني معلوماته يعني ما يشتغل لصالحهم، مو مستني فلوس منه بس. صحيح. هاي. نحن قصنا كشخص مش بلقيت كشخص. يعني ما في ولا شخص يقدر يتنبأ بالمستقبل زي بلقيت. بناء على معلومات. طيب. يعني أنا من عندي كمية من تريليونات من المعلومات، وفي عندي نظام الكمبيوتر ده يطلع لي، أقول له السبجك ده يطلع لي مثلا من التريليونات يطلع لي 1000 معلومة. أيوه. من المعلومة ومن 1000 الكمبيوتر حقي يطلع لي 50. ومن 50 يطلع لي 5، يمكن أسويها حقت شهر أسويها في 5 أيام. أنت دي أنا أسوي لها كيرف وحللها وكل أصلا معلوماتها فيها، أنا أسوي لها كيرف 5 متفرق شغلها في الإكسل، يعني أيوة الإكسل ده جن، كل الكيرفات فيه يعني ما أحتاج، ولا أحتاج أنا أقول هذه الأشياء حتصير بناء على هذه الداتا، خلاص أنا متيقن. أيوة فالكتاب حق بيل جيت هذا الآن دعا، لأنه أول كان يدعو إنها تستعد الدول وما أدري إيش، وكانوا تجهز نفسها في التطعيمات، ما استعد. الآن إيش يقول؟ يقول كل دولة تسوي فريق عمل. يعني مثلاً مصر سوت فريق عمل 100. السعودية سوت 100. هل هذا؟ هذولا يعتبروا في الشرق الأوسط يكون فيهم أطباء وفيهم، وهذول 100 يشتغلوا للنهار، يعني أقصد مو 24 ساعة. نعم. في ديزاستر سنتر ويأخذوا معلومات، وفي أطباء وفي مدري إيه وفي كل. نعم.
على أساس يستعدوا للكرايسس. نعم. لو جات. وطبعا الناس في السوق والتخزين الأدوية و و و يقول حتى تنفع للحروب وللهذا كله. لأن الحروب هي نتائج الوباء والوباء نتائج جات بعد كورونا بعد كورونا صح؟ صحيح. الحرب. وممكن الحرب سببها إنه حسوا نفس الدول روسيا حست إنه الكورونا جات عشان زي ما تقول يضعفوهم عشان بيجهم عليهم مثلا ممكن ما ندري فيروح ما بعد كورونا. هو أصدر كتاب في ميدا حين بالقيد. أيوه. أعتقد حين باع منه 50 مليون نسخة أقل شيء. كل واحد يحتاج الكتاب. نعم. ويمكن كمان 1000 مليون نسخة لو نزل في الأمازون يعني. يعني يكون أكثر كتاب مبيعات في الدنيا. حتى لمستقبل 50 سنة. أيوة. بيل جيت ينزل كتاب فيه تحذير وبيل جيت ما يحتاج يقول لك أنا من فين جبت المعلومات. هذا كيف؟ والله لا سياسي يعني عنده معلومات عن الذهب والمدري كله. أيوة. والحروب والاستعدادات والبلانات والتخطيطات وكله. نعم. حتى عنده معلومات قبل 1000 سنة. الكل بيحط صح؟ صحيح. قبل 10,000 سنة ويشوف يقارن المعلومات مثلا زي الحين جبيل يتكلم وفلان يتكلم بالعرب ممكن هو الكمبيوتر عنده يصفي انه والله جبيل كلامه صح. شايف؟ وما ياخذ الا منه لانه كلامه لجك. هذا الكمبيوتر يسوي ذكاء صناعي. التانيين بينطنطوا على اساس اول شيء حتى ظهور جبيل مو زي الثاني. في ناس كل يوم يطلع دور جبيل مو كل يوم. وبعدين جبيل صار يسوي مقابلات مع ناس في النووي وفي هذا ويتكلم معاهم يعني بيدي المتلقي يعني حتى المعلومه دي هذا اللي جاء حق النووي يشتغل في نفس حقين الطاقه وواحد اشتغل في الصندوق الدولي 10 سنين. أيوه. في مصر. ايوه يعني هذول هيجيله. يعني هو كأنه عين شايف الدنيا كلها. أيوه. يعني لو بده يفهم في الذهب فين حيروح الصندوق الدولي والأشياء ولا بس يسمع لزي ده شايف؟ طبعا يترجم له وترجم له وكان جبيل ما ترجم. وهنا يعني أنا أتمنى أن الجبيل نستأذن منه نترجم حلقاته ونحط لها يعني ناخذ النص منه اللي قالوا ونحطه يعني كخدمه يعني اذا حب يعني او نكتب. أيوه. كتاب نكتب له كتاب يعني انا لو بدي اكتب كتاب لاحد لسيد جبيل صدق سيد جبيل في مؤتمر حضره شفته انت؟ انا فوجئت به يعني يعرفوه ناس كثير مشترك هو فيه فقابلوه يعني كانه انسان زعيم المؤتمر. يعني هو مرجعيه وهو عنده آراءه بس عمره ما يقولها. عنده تصور عمره ما يقول. عنده ميول مثلا من كده ولا ايش يصير كده ما يقول. يعني سيد جبيل الله يعطيه الصحة والعافية والعمر عنده معلومات كثير تفيد ناس كثير واعتقد انه المهمين يتصلون. هو موجود في مصر يعني ما في واحد يبث من مصر زيه فيش. صحيح. فاعتقد انه يتواصلوا معاه يسألوه يعني زي لما كان انا كنت معجب في شو اسمه اللي رافق السادات الكاتب حسين عبد القدوس. حسين عبد القدوس
رغم انه يعني في شيء ما يعجب الناس كلهم، انه صديقه الايطالي الاباحي ده. هو صديقه واحد كاتب ايطالي اباحي، يعني يكتب يعني ما عنده في الكتابة اي شيء يوصف الجنس والاشياء دي. اتأثر به، لكن هو يعني يحترم القارئ العربي. المهم ما طول، فكرابب المجلة ستصدر فيها الإكسل، والإكسل هذا هو اللي فيه هنستخدم من طريقه الاستمارات المشاركة اللي هي $400 لترين من الماء. تمام، والله كريم. عندك أي تعليق؟ الله يعزك. طيب سلم لي على الجميع. الله يخليك، ونلتقي بكرة إن شاء الله. سلم لي على أول واحد. من هو؟ مين؟ نفسك أكيد. يلا حبيبي، إيش تقول بكرة؟ إيه؟ نلتقي بكرة إن شاء الله في نفس الوقت بإذن الله. بكرة يعتبر ثلاثاء؟ ثلاثاء أيوة. بإذن الله. يلا تصبح على خير. طبعا تابع الفيديوهات، أنشر الفيديوهات زي كده. أوكي في التليجرام زي ما قلت لك. ها أوكي خلينا نميل على التليجرام شوية. حاضر. ايه انا يمكن كمان حتى اوقف الواتساب كله تليجرام. اوكي. طيب طبعا يهمنا نحن لما مشاهدات الفيديو جدا تهم، لانه يبدا يتوسع الخط. يعني واحد أوكي. سمع فيديو ارسله شايف، فعدد الاشتراكات قل الفيديو مرغوب انه يشاهد. يعني يجينا مثلا 1000 مشترك في القناه، حاجه حلوه. تمام، دعم للمجله يعني مش عشان. تمام ماشي. يلا سلام. طيب سلام عليكم. مرحبا.